لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. سأل أحد الناس القديس يوحنا السلمي: كيف يمكننا أن نسلك في طريق الرب ونحن منهمكون في هموم الحياة؟ فأجابهم: افعلوا ما استطعتم من الصالحات، لا تعيروا أحدا، لا تخدعوا أحدا، لا تسرقوا أحدا، لا تتشامخوا على أحد، لا تمقتوا أحدا، لا تنقطعوا عن صلوات الكنيسة، اعطفوا على المحتاجين، لا تعثروا أحدا، اكتفوا بنسائكم، إن فعلتم هذا فلن تكونوا بعيدين عن ملكوت السماوات.